السلام عليكم. اليوم نروح للولاية عباسنا لنقف على العملية نتاع ربط السد بني هارون بالسد كدية المدور، يقع في ولاية عباسنا، واللي العلم انه بسبب نقص المياه في المنطقة تاع عباسنا يتم جلب المياه من سد بني هارون الى هذا السد، اذا ك ويستعمل كخزان لي يتم منه توزيع المياه حول الولايه نتاع عباسنا، والمياه تجلب عبر ما يسمى بالتحويلات الكبرى بواسطه الانابيب الضخمه، يعني فيه عمليه ربط اذا سد بني هارون بسد كدية المدور، هذا السد اللي يقع في ولاية عباسنا لتمويل الولاية بالمياه. نخليكم تابعوا الفيديو حول هذه العملية اللي انتهت، يعني تم لحم الآخر جزء من هذا يعني الشبكة تاع الإمداد. نخليكم تابعوا الفيديو. السلام عليكم. هنا يتم تلحيم آخر القطع من القناة التي تربط سد بن هارون بسد كدية المدور ببتنا، ليتم الانتهاء من أشغال الجزء الأول من عملية إعادة تأهيل القناة. رانا في طريق صحيح إن شاء الله، وبربي إن شاء الله تتلقى المشروع هذا وننتج، ويكون إنتاج إن شاء الله وفير. أشغال ستسمح بضخ 200,000 متر مكعب يوميا، ما يضمن التزود بالمياه الشروب بصفة منتظمة خلال هذه الصائفة. تم ربط الشطر الأول والذي يضمن المياه الشروب، تزويد السكان بمياه الشروب خاصة في المرحلة القادمة من الصيف. الشطر الثاني سيسمح بعد انطلاق الأشغال، سيسمح بتزويد الفلاحين بالمياه السقي. لتنطلق الأشغال مباشرة في الجزء المتبقي من القناة على مسافة 13.5 كيلومتر، ما يسمح بري المنتجات الزراعية بسهل الشمرة بولاية بتنا. واليوم نقول باللي في الوضعية بالنسبة لشهر رمضان يكون المياه متوفرة، ونزود كل مواطنين بالحجم المطلوب ولا خلاف ولا خوف. مشروع استراتيجي يضمن الأمن المائي، ومنه أمن غذائي مستدام.